بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد جنوكين كعم فرن قلب سافية وايدين سودا وين عيسى مالي وين وان ايدين سلاما يا ميل بوجوكتان مالي ونكسن. ما أنت برنامج كين وحوك ساب سني هاي بار شخصية دا قيب كميت بار شدا شخصية دا بار شخصية دا ما أنت حنك هاد لنا شخصية دا INTJ شخصية دا لو معاوة يعني كهاد لنا شخصية دي لصودا في وحبة يسق إجين أو ير وحبة ذن مسق إكلك وحبة يسق إجين شخصية والبق وحبة يسق إجين هذه كو إيهين كو قبل أبناء ES تكو كبلاونا هذه إيهين كو EN تكبلاونا وحبة يسق كان عيان إن شخصية ده هذا كلا برضو حكينا سكورت إن تنفط على دي أدبرتيد كده من أدبرتيد ده كو حير إن شخصية ده دوا نوعي مركة أدبرتيد وحاي ما أنا قفل بينت في هنتي تصدق ولا رخمي استقفل بحوج عليها هذه واحد عشاء مركة أدبرتيد مركة شخصية دان كو بحواي شخصية آت وعقل بدن وعقلان إيوة شخصيتي كوري سمحان لهني عاطفة ديادة أي كسرة وحول عاطفة ديادة أي آت وبدن شخصية دان عقل ديادة أي فورت وحان لغو مغعابة شخصيتي هرب حيهت شخصية دا أي أبوكاتها أبا لوير كأيهت تان بحواي شخصية دا إنجينير كوا إنجينير كوا وحواي عقلي واحدة براي واي عقلي مدبر كوا دهان إنجينير كانوا إلهان عقلي جي واحد براي واي قف وحواي آد وعقلي بدن وقف كشخصية دان لي آد وعقلي بدن يه عاطفة دي سنة ويرتها عقلي جي سافورت كي مركات عركي سيد مركة قارو حو أمو خدا قف كبير بدن آد وقد أدقيه آد وقد أدقيهين لكن ما كبير بدن دات آد سو كالسون قف كان مركي كالسوني دات وحاجرة بين آد انك انك لساري كرين قف كان كالسوني يو كبير كالسوني دي كبير كانوا حوا فرق يريسا ولحي ودات كقار إن إسا خصنت عيا لغيا مرق دات آد وكالسوني بدن وكالسوني ده نفطوض أي قوان آد أي قصري سادات آد سو كالسون واي دات كانيتي محالة هاي دات وحواي جعل كلي نمد أيغن أي يكوبي شالي وحي شخصي دي ودن بيس أنك هاد لاي وحي إسا إجهين كلي نمد كلي نمد أي آد وجعلهين كلي نمد مركي كلي هين وحاو حسو صاري ليهين قفل بقو محيهتي جعل كلي نمد إنو كلي هذا جعل وحوا مركو قرقي سجوغو راحة ديسا يا كجرتو مسكح ديسا يا عقل ديسا سيقو رح بدن أي وشخينا يا مركو كوان مركي كلي قو ديهين وحوا وحسو صار أي ليهين أيغنا وحبي سو صار يا وحوا مهندس أم إنجنيرا لو مقا عواصا ما وحبي ديساين أيغ وحبي تاسكو مشغول سيين مركي كلي قو ديهين شخصية دان مجعلة كاميرا دهورتيا إن بدن داتك نوعان شخصية دان له مجعل كاميرا ده هرتيا ده عجعلهن إنه كشخيان كاميرا ده قداش هذا إن بدن إيه ما نخضان مجعل إنه نخضان كو أحمد له ما نخضان إن بدن مجعل إنه نخضان فنانين إنه نخضان مجعل لكن محي جعلهن وح كده بيه كاميرا ده إنه شخ كل هذا أو كاميرا ده يعني هو استعجل أي جعلهن وقار كم يتأدت كشخصية ده على حتى دي أيهن كو سوشيال ميديا كجرا قار كو تدي أيهن حتى كاميرا إن بدن ما إيمان عيان وجود مركزيت لكن هو حيكون سوقد بنايان ويكون سوقد بنايان قار كميتة دت كان دت آت سو كرسون وكرسون ده ودو آت وبدن تها وكو ودت آت وعقل بدن وعقل جود وآت صريع عاطفة دوضة أيرتها قفل بو بني آدم أنا مرول بو عقل جاب وكسر عاطفة دوضة وحواي إن خلاصات كاب اللي بتوين كاب أيران أنا عادي نفتاد إني أمان كوهليس ويران نفتاد أمان أي هليس وايو وحول بحكو سلاسة عقلي شخصي دي كوريسي وحاوة عاطفة ديادة كبلساس درا ديادة عاطفة ديادة اي آد وصريس مرول بحاوة عاطفين ودرين كودة اي آد وصريس وما مرول بقلي باعتا دو حيو ويمانيسا دتكي قليل كهاي سو جيدنا يعني عاطفة دودية فورتي قفل بحو شيغن ويروميسنا يعني شخصية دان عن ما تيك هاد لينو INTJ إن صاحب لنخوتي دو حي قادنيسا وقت دير اي قادنيسا صاحب ملا نخون كرت وإن كرسوني إكاهلان وإن وقت دير وقت إكو برتان إكو درسان قفل بصاحب ملا أهن أيغان طبيعة دوض وحكمة إن أنا الهين صاحب بدن صاحب دوض إيهين إنتي فراه لو تري صاحب بدن ملاكو لو سدح أفرشن واسدي شخصي دي تنكو ريسيو كالينت وحياة بدن إسر إيهين وحياة بدن ويكو كالدوهين شخصية دان مجعلة ملا أوالك وحلا ملا أوالا ما أقلانا يعني ما نجعلة
بحي جعلين وحوال بإن لو بصلاي عقلي عقلي إيه علمي وح علمي كبحسن أني هاي كيني كلين وحوال بو وحي روان إن لو بصلاي علمي إن لو بصلاي عي روان وحي جعلين أقرنت آدي وحو أقريان دات آد وحو أقري وأقرنت وضو آد وبدن تا قف كان قف والبو وح أقرنت إيه بدن تا قف والبو وحو نقناي قف عقلي بدن وعقليين لسن نقون لسن علمي لسن أيو نقناي مركا إيغا أقرنت آد أيو جعلين dad waxa way aragti fog leh waa aad ay aragti fog yihiin oo dadka kale inta inay ka aragti duwanaadaan laga yaaba meel fog ay wax ka arkaan aragtidooda way ka duwan tahay dadka kale inta waa aragti fog ay leedahay waxa laga yaaba maanta hadii arkaan wax meel ka khaldan dadku ay fahmayaan inay waxaan ay wax ka khaldan yihiin laakiin aanay ogeyn waxaan qaladkiisa meesha uu jiro ama meesha ay sarta ka qorunsan tahay intee qaladka ka socda ayaga hadii loo dhiyo wixii way soo saaraan ilbiriqsi ama daqiiqado inay ku soo saaraan oo meeshii qalad ka meeshaan ayuu ku jiraa ay ku leeyihiin waa dad aad u aragti fog oo meel dheer wax ka arka waay maasha allah tabaarakallah ee shaqsiyad walba waxay leedahay waxyaabo ay ku xun tahay iyo waxyaabo ay ku wanaagsan tahay ayay leedahay waxyaabo ay ku wanaagsan yihiin ayaa in badan hadda ka sheekeynaya waxay necab yihiin isdhexyaaca iyo buuqa buuqa iyo isdhexyaaca waxaaba aaday u necab yihiin mana laga yaabo inaad ku aragtid ama way yar tahay aaday u yartahay inaad ku aragtid ayagoo jooga xaflada ka boodboodaayo aroos kaneenii kinaayo ka dheedheelaayo way yartaa inaad aragtid way necbihiin buuqa isdhexyaaca kama helaan ayagu waxaawaay kelinimaday raxdood ka helaan sidii dadkan shaqsiyadii ka horreysay oo kaleenta ayadan waxaawaaye kelinimada ayay aada u jeceshahay laakiin shaqsiyadan waxyaaba badan ay kula duwan yihiin malabaalka way necabtahay taas shaqsiyadii hore malabaalka curinta maasha allah tabaarakallah aada ay ku saleysaa kuwan mala abaalka way necbiyiin wax walba waxaa waaye cilmi iyo caqli ku salee wixii kasoo hara aniga ha ii keene wax walba aqoon ku salee cilmi ku salee maxaa soo baratay intay kasoo baratay waxaan maxay yihiin ayaga waxaas wax walba waxaa waaye aqoon aqoon iyo cilmi lagu salee waa wixii kasoo hara ayaga shaqadooda maahan mala abaal iyo waxaas waxay u arkaan wax oo aan loo baahneyn ay u arkaan wixii aada u necbihiin in maalin walba hadal badan aada u keentid hadal badan oo macno aan lahayn markaa dhegaysanayaan dad fahmaya waa ay wax walba way fahmayaan wayna ku dareemayaan malahan dareenkii saddexaad xoog badnaa sidii kuwii kaleenta ma ahan shaqsiyadii hore oo kaleenta laakiin caqligooda forte eh yacni masalan tusaale ku siinayaan hadda isla joogtaan ama ay ku imaadaan maanta amba aad saxiib aad tihiin amba aad ehel aad tihiin oo kaleenta ay rabaan inay ku maqlaan oo adiga sida ayaga ay rabaan aadan u maqlaynin dad waxaa jiro caadi oo mar dambe soo baraarugaya jirmaya ayaga dhaqsi isqabanayaan way fahmayaan qofkaan inaanu la soconin ama hadalkiisa aanu ku soconin way joojinayaan sheekada way kaaga baxayaan way ka aamusayaan ama warka way bedelayaan way baxayaan ayaga ma hadal badna laakiin haddaad isbarataan labada qof ama saddexda qof ay aad ka saaxiibad u yihiin oo kalsoonida isku leeyihiin dad aad u hadal badan dad aad u hadla waa laakiin dadkaan aqoonin ma hadlaan laakiin dadka isbartaan oo saaxiibada ay noqdaan waxaa waaye way la hadlaan way la sheekeysanayaan aaday weliba ay u hadlayaan aaday u hadlayaan weliba laakiin dadka aan aqoonin waxaa loo maleeyaa qof afkiisa aan furinba inuu yahay oo mar walba aamusan saasay u muuqdaan mana ahan waxaa ka mid ah kale inta dabeecadahooda in ay leeyihiin iraado iyo awood ay ku gaaraan hiigsiga hadafkooda waxay leeyihiin iraado iyo awood ay ku gaaraan hadafkooda oo gudahooda annaga oo dhan waxaan hiigsaneen haddii gudaheen ay ka jirto ma gaareen soo ma gaareen waa soo maa laakiin ayaga waxaa waaye annagoo dhan waxaa waaye haddii aan dhiraahno waxa aan rabno waan gaareynaa soo awood walbo oo adduunka waxay ka bilaabaneysaa gudahaaga caqligaaga iyo maskaxdaada iyo dareenkaaga ayay ka bilaabaneysaa marka waxaa rabtid inaa adiga aa gaartid haddaa aaminsan tahay waa gaaraa oo dadaalkiina aada la imaatid hubaal inaa gaaraysid marka ayaga wax walba ay rabaan oo hadaf ay way gaaraan waayo waxay aaminsan yihiin inay gaarayaan wax walba oo hadaf ah ha dheeraato dad hadafyadooda xaqiijiye waay dad hadafyadooda xaqiijiyo in badan adduunka hadafka ay ka leeyihiin nolosha way xaqiijiyaan way hiigsanayaan way gaarayaan waxaa waaye dad maxay aheetee maasha allah dadaalkooda aada u sareeya waxa ay rabaan inay gaaraan way gaarayaan waqti walba ha ku qaadato dadka qaar waxaa laga yaaba inay niyad jabaan oo waxaan ma gaarin waxaan mar kaleenta ku maayo ayaga waa ku celcelinayaan way ku celcelinayaan wixii ay rabeen hubaal maalin uun way gaarayaan ka hor intaanay dunida ka tegin waayo iraado iyo awood ayay u leeyihiin way hiigsanayaan waxa ay rabaan waxyaabaha kaleenta oo waxaa ka mid ah dabeecadahooda
دتو حواي فائدة دات جعل واي فائدة دي راديان فائدة دي راد قفل بو أنا جنبي تفائدة رادينا يا قف مجرى وح فائدة الآن إرو قفل بو بني آدم إيه وحول بأن سمعنا إنه فائدة إنه كجرتو أيو جعل يا لكن دتك إسكوميت مهن شخصية دهان شخصية ده بني آدم كإسكوميت مهن شخصية دهان وح أي سمعنا سو ما دام إته كو آد وعقل بدن أنا جم حن كفائدة يا وح أن سمعنا يا وأساس كده على فهمتين عملينا الشخصية دي أي إن في جي أن قصو هذا اللي وحواي ده كم حي كفائدة يا وحي أي الله وحي أملايان أي إن الله أمي إن يدت كأديان إن يدت كعويان إن يدت كوح وقبتان كوان وحواي شخصية دان عادي وعقل بدن تاي عقل مدبر كلها إنجنير والله يدت كعادي جو كعقل بدن هنا الشجرة إن عقل غض واد سريعات فضاد أيرتها الشجرة وحواي أني جم حنك فائدة يا وح عن صمينا يا أني جم حنك فائدة يا وأنا وحات قرح بدواي وفق مركو لو وح فائدة سورة دي وحوا هذا في كيس ويك صنايا وهاد بر صنايا وحين الراديان مرور بني هذا النمبر ككوات وحي جعلين وحول بيرفكتيني هذا وحول بيرفكتيني هذا نجعلين هاي إذا نمبر ككوات إني هذا إني دال هذا وعقل بدين وح قنعنا يا مال عن هين نمبر ككوات إني هاي إذا هذا أنا يجعلين هذا ودال بدل ما دام أيهين حي هات وجعلهين نمبر كو إني وحول بأي هذا إيه وحاكمت أها أما بكامل إني هذا يجعلين مرة بني كامل إيه هذا أي يجعلين إيه وحاكمت أها قال أنت دبي عاد هذا احترام احترام كأساس كعلاقة ضام بحرير ضوي أنا قعدن هذه حرير كأنه احترام جرم وحوادت وحجره ها إسكك أكو صبراي أكو سعد سيناي لكن أيه ما احترام أساس كحرير كين واي كلين هذه احترام كوايان وحواي ويفضلها إن بحياة حريرك كو جران إيه ما نكو صبرايان ما نكو سقايان واي احترامك واي لقا واي أساس كحريرك أها هدي لقا واي أدان كقردر نصوم همارك احترام واي وكو احترام ايان وكو احترام أنيغا احترام واي وكو احترام ايا أنيغا احترام هدا دي احترام ويسيت نوو كلاوات واي شاكاد شخصية وحواي أن جعلين إن لأركو ضعيف نمضود مروال بوحواي إيغا waxay jecel yihiin in ay ahaadaan okay inay ahaadaan oo ay wa daciif ay wa wax si ka ah in la arko ee ma jecel mana ogolaanayaan mar walbo ee waxa waay dareenkooda ma soo bixinayaan ma ku muujinayaan mana arkeysid mar walbo ayagoo okay ayagoo taagan aad arkeysaa bas daciifnimadooda ee ma laga yaabo inaad aragtid maasha allah tabaaraka allah wana waxaad qurux badan waa daciifnimadaada inaad tusin bini aadanka oo aad tusid ilaahay ku khalqay bas waa bini aadanka kuwa kugu yirsanaysa ma markaa daciif aad noqotid kuwa maxay ahaytay ku farxaya kuwa maxay ahaytay oo dhibtoonaay oo daciifnimadaadii ay murjinaysaa ee waalidkaagii oo kale inta asxaabtaadii oo kale marka ayaga daciifnimo ma ku tusinayaan ee mana kuula imaanaya inaad daciif tahay in ayagoo daciif ee ma ku arkaysid ee mana ku imaanayaan waxaan soo sheegnay koob caqliga mudabarka inay yihiin koob inay yihiin ee caqliga mudabarka inay yihiin dad aad akhrin badan akhrinta ay jecel yihiin inay yihiin saddex kuwaad u kalsooni badan oo naftooda aad ugu kalsoon oo mararka qaar dadka uu shaki galaa inay yihiin dad aad u kibir badan inay yihiin dad kalsooni ee keliya ka tahay tan afraad inay yihiin kuwa jecel kelinimada inay aad u jecel yihiin inay ka fogaadaan buuqa tan shanaad buuqa iyo waxay ka fogaanayaan iyo isdhexgalka ee isdhex yaaca badan ee maana ku arkaysa ayuu horboodaayo dadka aragti fog inay leeyihiin maasha allah tabaarakallah malahan asxaab badan oo maxay ahaytay labo iyo saddex waa asxaabtooda hadday u badato waay haddii kale inta shan haddii gaarto haddii kale maba gaarayaan waayo kalsooni ayaa xiriirka lagu sameynayaa xiriirka aad adiga la sameynayso waa in ay imtixaan badan kaa qaadaan ay hubiyaan inaad tahay qofkii saxda dadkan maasha allah dad maxaa waaye mar badan aan la dhibaateynayn in badan dadkaanay dhibaato ugu imaanaynin waayo caqli waa caqli socda markaa tahay oo caqligaaga caatifadaadii ay yar tahay caqligan ku badbaadinaya waa samax ku badbaadinaya laakiin marka caatifataada ay badato adoo caqli badan caatifad way kula tageysaa marar badan dhib malahan qof walba ilaahay oo khalqay soo maaha shaqsiyadiisa waa wax xun maha ayada laftirkeeda dadka caatifada badan wax aad wanaagsan waa in dadka aad u sameysid naxariis fara badan si walba gudahooda ilaahay taala tan sideedaad waxay neceb yihiin hadalka rootiinka ah tan sagaalaad waxay leeyihiin awood iyo iraado ay ku xaliyaan ama ay ku gaaraan waxa ay higsanayaan tan tobanaad dareen aad u fog ayay leeyihiin oo maxay ahaytay wax walba way arkayaan wayna ku akhrin karaan ayagoon caatifadooda aanay caatifiyiinna ma ahan
حدانا waxay leeyihiin dareen aad u fog ay ku akhrin karaan xataa waxaad sheegaysid ku akhrin karaan ma qiyaameyn kartid marka qofka hadduu ku akhrin karo waxa wax cajiib ah waasama mar walba waxay raadiyaan tan 11 faa'iidada ay raadiyaan waxay jecel yihiin inay ahaadaan mar waliba kaamil amba nambarka koowaad ayay jecel yihiin ilaahay subxaana wa tacaala kaliya ayaa kaamil ah meeshaas xoogaa waxa waa ayaga naftirkooda dhibaata ugu imaanaysa ku dhibtoonayaan haddii ataa qof mar walba inuu ahaado perfect jecel dhibaato waay wax kaamil ahaanaya malahan isbar hadii aad shaqsiyadan ka mid tahay in wax kaamil ahaanaya aanay jirin ilaahay subxaana wa tacaala keliya uu kamaal uu sugnaaday marka caadi ay tahay in maalin ay sikaa noqoto in maalin ay kaa jajabto in maalin aadan ahaanaynin sida aad rabto boqolkiiba boqol haddii shaqsiyadan aad ka mid tahay isbar oo maalin walba aadan ahaanaynin perfect aadan ahaanaynin nambarka koowaadna aadan ahaanaynin maalin walba caadi waayo haddii maanta aadan noqonin nambarka koowaad beri ayaad gaaraysaa naftaadu sheeg احترام مهم واي ما شاء الله تبارك الله تاس اي حد وفي عينهن مر ول باحترامك وحاوا مهم واي بني ادم كنوع ودونو ها ها عندك الاحترام ما جعل ان الاركو ضعيف نمدودا تاس ايدن واحد وناقصن واي واح اني ان اد جعلها واقفك ان الاركين ضعيف نمديسا ان دك هرتونا هرتودا انتو سو فريستو ام با جيتك ام با ام خي اسغو ظروف اي هيس ام با اي واخ سكي يخيين سو قويو انا غدن درينا لين هاي واحد وقرح بدن واي in dareenkaaga aad cabirta laakiin meel sax ee ku cabir daciifnimadaada in la arko ma qurux badna mar walba marka maasha allah tabaarakallah waxyaabo badan waxaa jira oo positif ay ku wanaagsan yihiin iyo waxyaabo negatif ayaa jira oo ay ku xun yihiin tan kale inta qofka caqliga mudabarka leh mar walba dhibaata ma uga imaato bulshada waayo caqligiisii ayaa hogaaminaya caatifadii ma hogaaminaysa isaga marka caqligaas faraha badanna wuxuu keenaa inuu heer gaaro oo iraada u sameeyo oo wuxuu raw u yeegsanaya uu gaaro dad badan oo adduunka ka mid ah dadka aadka qaniga oo lacagta leh dadka shaqsiyadan leh waa ay ka mid yihiin marka dad badan oo heer gaarayan dadka noocaan ayay ka mid yihiin marka maasha allah tabaarakallah haddii aad tahay shaqsiyadan shaqsiyad aad u fiican tahay shaqsiyad walba waxay ku fiican tahay waxay ku xuntahay qof ma jiro boqolkiiba boqol fiican ma jiro laakiin wax badan ood ku wanaagsan tahay waa hubaal ina maanta aan kuusoo gudbiyey waanad ku mahadsan tahay daawada daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisa videogan video xiga انت ام كل مدون وحايدين كي قتقايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاو